مرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه لليوم. نشره باش نحكيو فيها على حكم مباراه مالي تونس، مباراه الذهاب من الدور الاخير من تصفيات كاس العالم، على الحكم التونسي اللي باش يدير مباراه نيجيريا وغانا، الغيابات واللاعبين اللي باش يرجعوا في مقابله غدوه من الجوله العاشره من رابطه المحترفه الاولى. ولكن البدايه بايابه الدور الثمن النهائي من رابطه الابطال الاوروبيه. في الأنفيلد ليفربول متعادل مع الإنتر 0-0 بعد نهاية الشوط الأول، والشوط الثاني مازال ما بداش. في المقابل في المباراة الثانية بايرن ميونخ ضد سالزبورغ، الشوط الثاني مازال كينطلق، ونتيجة 4-0 بعد ما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1. خلنا نحكي شوية على 3 أهداف اللي سجلهم ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اليوم سجل 3 أهداف في 23 دقيقة، منهم يعني بعد 23 دقيقة من بداية مباراة، منهم أهداف سجلهم في الدقيقة 12 حتى الدقيقة 23، وهكا يصبح أول لاعب يسجل على الأقل 40 هدف في كل مسابقات هذا الموسم، وهذا الموسم السابع اللي ينجح فيه ليفاندوفسكي في تسجيل على الأقل 40 هدف. رقم آخر مهم برشا خلنا نعطيوه، ثلاثية ليفاندوفسكي اللي جت في 23 دقيقة هي أسرع ثلاثية في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية، وحطم بها ثلاثية لاعب نعرفه برشا في تونس، ماركو سيموني كان سجلها ضد روزنبرغ في عام 96. ليفاندوفسكي هذا تبارك الله عليه. وكاو نرجع لتونس، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم عن طاقم التحكيم اللي باش يدير مباراة الذهاب بين مالي وتونس ضمن الدور الأخير من تصفية كأس العالم، واللي باش يكون متكون من باملاك تيسيمال الأثيوبي حكم رئيسي، مساعد حكم أول إبراهيم عبدالله من السودان، مساعد حكم ثاني سامويل بوداتاكوم من نيجيريا، وحكم رابع أحمد امتياز من جزر الموريس، مع زوز حكام فار من إسبانيا. نذكروا كانوا مباراة الذهاب تتلعب يوم 24 مارس 2022 في باماكو، في حين تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في ملعب حمادي العقربي برادس. من جهة أخرى، طاقم تحكيم تونسي باش يدير مباراة الإياب بين نيجيريا وغانا يوم 29 مارس 2022، باش يكون فيه صادق السالمي كحكم ساحة، خليل حساني كمساعد أول، الليبي مساعد عطية كمساعد ثاني، وهيثم جيرات كمساعد حكم رابع. تتلعب غدوة الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من رابطة المحترفة الأولى حسب البرنامج التالي. في المجموعة الأولى نجم التلوي يستقبل اتحاد تطاوين، النادي غادي صفاقسي يستقبل اتحاد بن قردين، نادي حمام الأنف يستقبل أمل حمام سوسة، والترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي البنزرتي في رادس. في المجموعة الثانية مستقبل الرجيش يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي، النجم الساحلي يواجه الاتحاد المنستيري في حمد العويني بالقيروان، الأولمبي البيجي يلعب مع هلال الشابة، ومستقبل سليمان يستقبل النادي الإفريقي، علما وأنه كل المباريات تنطلق مع منصتين. مقابلة واحدة باش تلعب بدون جمهور هي مقابلة مستقبل سليمان ضد النادي الإفريقي. تشكيلة الترجي غدوة تشهد في مباراتها ضد النادي البنزرتي عودة حمد الهوني وعبد القادر بدران، مع إمكانية تواجد أنيس البدري مع المجموعة، وقد يكون على بنك البدلاء مع بداية المباراة. النادي الإفريقي بدوره يواصل استعداداته لمواجهة مستقبل سليمان، مباراة باش يرجع فيها الحارس معز حسن اللي استوفى عقوبة الإنذار الثالث، وحمدي العبيدي اللي كان معاقب من طرف الهيئة خلال مباراة النجم الرياضي الساحلي. في النجم الساحلي باشر اليوم لسعد جردة مهامه كمدرب للفريق، النجم يواجه غدوة الاتحاد المنستيري في قمة الجولة العاشرة من البطولة، وتشكيلته قد تشهد عودة مالك بعيوي اللي استأنف التمرين مع المجموعة مع غياب 4 لاعبين، زياد بوغطاس اللي درب على انفراد اليوم في حصة اليوم بسبب إصابة عضلية، إلى جانب غياب سلاح الغدامسي صدام بن عزيزة وعبد الرزاق بوزرة للإصابة. منافس النجم في مباراة غدوة الاتحاد المنستيري باش يسترجع بدوره خدمات اللاعب فهمي بن رمضان اللي استوفى عقوبة الإنذار الثالث، وبالتالي باش يكون بنسبة كبيرة أساسي في المباراة. في كرة السلة ألف مبروك للاتحاد الرياضي المنستيري اللي انتصر اليوم في ثاني مبارياته من المسابقة الإفريقية للأندية بال اللي تشرف عليها الأنبي، انتصار ليوسمو جاذ سلاك الغيني بنتيجة 76-55، والمباراة القادمة للاتحاد باش تكون ضد الجمعية الرياضية السلوية من المغرب نهار الجمعة 6:30 في الدكار أرينا. خارج تونس، الأهلي المصري انتصر على بيراميدز في مباراة متأخرة من الجولة الثامنة من الدوري المصري بثلاثة أهداف لصفر، والهدف الثالث كان من تمريرة حاسمة للاعب المنتخب الوطني علي معلول. نعمل تحليل لنتائج مباراة التشامبيونز ليج، بايرن ميونخ متقدم بعد 52 دقيقة ضد سالزبورغ بأربع أهداف لصفر، ثلاثة سجلهم ليفاندوفسكي في دقائق 12-21 و23، والهدف الرابع كان سجله جنابري في دقيقة 31، وليفربول متعادل مع الإنتر دون أهداف، علما وكونه ليفربول كان انتصر في مباراة الذهاب لجوزابي ميتزا بنتيجة 2-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موزايك اف ام بونيت وعلى صفحاتنا موزايك اف ام سبور باي موزايك اف ام، على الكونت تويتر متاعنا راديو موزايك اف ام. المشوار يتواصل توا مع إسماعيل وبقية الفريق في بنت الاف ام.